النص الحلو ممكن لو ركب الجنونة ما يبقاش حلو، وتلاقيه بيحدف دبش كده في الوش، ده في نساء بتحدف منجنيز. يلا بينا. اهلا باجمل ناس واجمل عيال في الدنيا السريعه، انا ارحب بيكم وادعو اللي ما اشتركش ان هو يشترك، والجديد عرفنا بنفسه نرحب بيه كالعاده. ونتوقع كل انثى بقى تقول لنا مركزها، يعني احساسها بنفسها هتيجي في الكام، ومين اللي هتيجي في المركز الاول او رباعي خط النار. ولو انت شاب قول لنا حبيبتك تتوقع برجها هيجي في المركز الكام، لان معانا كل النساء وانا بقرا كل الابراج او بقرا عفوا كل التعليقات في المركز ال12 العسل. انثى برج الميزان دي بقى اللسان اللي بينقط شهد كله، ما احنا اتكلمنا عنها في سلسلة نساء الابراج. لا، اقل النساء اللي ممكن تعمل كده، حتى لو اتجننت لو اتعصبت برضو هتلاقيها يعني اللسان برضو مظبوط كده بعيار من الماظ او بعيار من ذهب، عارفة هي بتقول ايه، مش بتهب منها اطلاقا. نعلى نوصل للمركز ال11 نلاقي الجوزائية ملكة الدلع والفرفشة، انثى برج الجوزاء نفس الكلام، ما تصنفش ولا ينطبق عليها عنوان الحلقة. الأبراج دي أو النساء دي نساء مزوقتية أوي أوي بطبعها، ونساء تحب أوي تضحك على الراجل وتدلعه وتنعنعه وتنغنغه وتهشتكه وتبشتكه، نساء يعني بتجيد في هذا الفن وبتعرف إن هي تظبط لسانها. عشان ننتهي من الإخوة الهوائيين تماما، حطلي بقى ملكة الروقان الدلوية. إذا التلات نساء الهوائيين 12 11 10 كده الدلو في العاشر بعيدين تماما عن موضوع حلقتنا، ولكل قاعدة في الدنيا دايما أقول استثناءات، ولكن تلاقي أسلوبهم حلو، تلاقي أسلوبهم حتى وهم متعصبين عارفين هم بيقولوا إيه، إنما في نساء كده يا ساتر تبقى لا بيك ولا عليك كده، وقلت كلمة بتستخف دمك، بتستظرف أو بتلطف الجو، تلاقي في وشك على طول دبش على طول في وشك كده وانت ونصيبك. ندخل بقى في منطقة وسطى، وكالعادة أقول يا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة ندوس لايك أو عجبتكم يعني، ونشير توصل لأصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الإشعارات. أول أنثى في المنطقة الوسطى هي العقربة فارسة الأحلام. العقربة بتعرف تظبط الأداء، بتعرف تروق عليك وتروق على نفسها، وبالذات لما تبقى رايقة أو قصدة هي تقدر قوي تعمل معاك حاجة زي كده. عشان كده مش هنقدر نقول عليها برضو داخلة قوي في لب الحلقة بتاعتنا. نبدأ بقى نخش في الجد شوية ونحس بالطوب شوية اللي بيتحدف علينا مع البونبوناية أنثى برج الحوت. رغم إن هي بونبوناية إنما اتجننت اتعصبت اكتئبت، أنت ونصيبك بقى. لكن برضو شئنا أو أبينا اتفقنا اختلفنا، لسه ما دخلناش في الجد أوي، لسه ما دخلناش في الحالات الصعبة أوي، لسه ما تعورناش أوي، لسه احنا داخلين على التقيل، داخلين على التقيل. لسه لما نوصل بقى للمركز اللي السابع ونلاقي الفارسة العنيدة. الفارسة العنيدة أنثى برج الحمل الناري ماسكالك العصاية من النص، إنما لما تشيط، لما النار اللي جواها تطلع، لما تولع، لما تركب الهبلة أو الجنونة، ممكن إن هي يعني تحدف ديناميت في الوش عادي، مفيش مشكلة. إنما في أنثى تانية أعلى مركزة وأشد في الموضوع ده ومؤذية في الموضوع ده إن لزم الأمر، ساكنة وهادية ولذيذة ورقيقة، إنما إذا استلمتك استلاء وعدك بقى وإنت اللي جبته لنفسك، قنبلة الذكاء العذروية في المركز السادس. وبدأنا نخش في الجد بقى ونلمس موضوع حلقتنا ونخش في النساء اللي بتعور حرفيا. وفي أنثى في المركز الخامس أشد في الموضوع ده وأقوى، احنا دخلنا بقى في جد الجد ولب حلقتنا مع زعيمة العصابة، مع البرنسس المشاكسة أنثى برج الأسد الناري، ما شاء الله عليها اللسان بيفرقع 24 ثانية في اليوم، مش 24 ساعة يعني. أنثى برج الأسد الناري من النساء اللي حرفيا يعني والله طول ما هي رايقة وراضية عنك هي مزوقتية قوي، وهتحسسك ان انت ملك حتى لو انت ملكش اي ستين لازمة.
انما اتضايقت حتى لو مش انت السبب، يعني هو هي قامت من النوم كده مزاجها معكر، وحظك الحلو كنت انت اول وش هي اصطبحت بيه، فعادي جدا ممكن تلاقي خبطها لك كده في وشك وانت في نص الكلام عادي، المزاج ما هوش رايق. انما كالعادة رباعي خط النار اللي حاجة صعبة قوي وفي منطقة تانية قوي، مين ذكي بيتوقع ويكتب دلوقتي في المركز الرابع الطور؟ يا حفيظ يا ستار، ونخلي بالنا من أنثى برج الطور. أولا أنثى برج الطور مش بتاعت لف ودوران إطلاقا، وما تحبش تزوق ولا بتعرف إن هي تزوق، عشان كده هتصدمك دايما مع أنثى برج الطور. أنت مصدوم، أنت مكشوف كده، واللي فيك هتخبطهولك في وشك كده، وأنت وحظك تيجي في ودنك، تيجي في عينك، تيجي في وشك، هي الثورية كده ما بتزوقش الكلام، وتقعد كده جوه منها تحاول ان هي تختار كده تزويق للكلام، ما تعرفش تيجي مطلعها لك وانت ونصيبك بقى، لان انا مش هقعد اعرف نفسي بالموضوع ده. فهي من النساء اللي ممكن في احيان كتيرة ان هي تحدف دبشة حتى في وش الحبيب، ما فيش اي مشكلة، لكن هو مع بقى يعني معرفته بشخصيتها بيتقبل ده، وبيعرف ان هي انثى دايركت ومش بتاعت لف ودوران، وما بتضحكش عليه يعني، وهي صريحة لدرجة الصدمة. في المركز الثالث في انثى اشد، رغم درجة حساسيتها السندريلا، الا ان لسانها في احيان كتيرة بيحدف ديناميت وبيحدف منجنيز وبيحدف كل انواع المعادن الثقيلة في وش الحبيب والصحبة، عادي عادي، وبالذات ان هي من النساء العصبية واللي ممكن تكتئب من اقل حاجة، فانت وحظك بقى لو جيت ومودها وحش فهتستلقى وعدك، يعني هتقذف من كل جانب بالحجارة. خلي بالك يعني ان السرطونة كمان ما فيهاش حتة تزويق الكلام، وساعات بتطص في الوش كده، واحنا ونصيبنا بقى وانت ونصيبك، استحملها، هي فيها مميزات تانية. انما في المركز التاني في انثى اشد واقوى واصعب، وبتحدف انابل ذرية، المرأة الحديدية، انثى برج الجدي اللي في المركز التاني. انثى برج الجدي من اشد واكثر النساء اللي ممكن يكون فيها النقطة دي، دايركت اوي، صريحة اوي، شديدة، انثى جديدة، عافية، صحتها قوية، أنثى برج الجدي دي، ونبرة صوتها ولسانها، وما تحبش الحال المايل، ويعني أقف عوج وتكلم عدل، لا والله ما ينفع، أقف عدل وتكلم عدل مع أنثى برج الجدي كده، إما هتاخد فوق دماغك، خلي بالك يعني، أو أنت تاخدي فوق دماغك كمان، هي ما عندهاش مشكلة إطلاقا أنثى برج الجدي في النقطة دي أبدا. مين بقى المركز الأول؟ حبيبتنا بقى، الدلوعة بقى، الشعنونة بقى، القوسية، بتتصدر نساء الترتيب في حلقة النهاردة، وبتيجي في المركز الأول أكتر أنثى ممكن تحدف دبش بلوك أبيض في وشك، ما فيش أدنى مشكلة، بالذات لو أنت مضايقها، بالذات لو أنت مش نازل لها من زور، بالذات لو أنت اللي استفزتها وخليتها تتكلم وجبت لنفسك، انت اللي هتعاني الامرين في النهاية، وما تلومش الا نفسك. وانا قلت وانا بتكلم عنها في سلسلة نساء الابراج، لسانها بيفرقع، رغم ان هي محبوبة ودلوعة وفرفوشة، انما اللسان بتاعها صريحة لدرجة الصدمة يعني، وعادي. خلي بالك نساء القمة ما بتبقاش شايفة ان هي بتحدف دبش، المشكلة في كده يعني، انت اللي ممكن تكون مكبر الموضوع شويتين ثلاثة 10، عشان كده لازم تفهم طباع النساء دي عشان انت تقدر ان انت تحتويهم. هي نساء لذيذة، نلطف الجو بقى في النهاية كده، هي نساء لذيذة وجميلة، وكل النساء اصلا الانثى خلقت جميلة وخلقت عشان تسعدنا احنا كرجال، تلاقي الرجل كده لما يشوف الانثى على طول قلبه ينشرح وتلاقيه مبسوط كده، ما تعرفش ايه اللي بيحصل له يعني، ولكن احنا كرجال دايما بقول معظمنا قلبه اخضر وحنينين قوي مع الاناث بالذات في البدايات، ودي مشكلتنا السودة يعني. فانا دلوقتي بقى هستنى رأيكم في التعليقات، لان انا بقرا كل يعني اللي انتوا بتكتبوه، شيروا ودوسوا لايك، توصل لكل اصدقائنا المشتركين لو عجبتكم الحلقة دي، الانستجرام قنواتنا التانية، كل ده في وصف الفيديو او في التعليقات، واي حد
ايه غير محمد ابو زيد بتشوفوا فيديوهاتي عنده، اعملوا له ابلاغ وده نصاب على طول، اوعوا تثقوا فيه، وان شاء الله موعدنا بكره.